يا مصر هانت وبانت كلها كم يوم نهرنا نادي ونهار الندل مش باين الدولة مفضلش فيها غير شوية شوم لو مش مصدق تعالى عالميدان عيني يا مصر هانت وبانت كلها كم يوم نهرنا نادي ونهار الندل مش باين الدولة مفضلش فيها غير شوية شوم لو مش مصدق تعالى عالميدان عين يا ناس مفيش حاكم إلا من خيال محكوم واللي هيقعد في بيته بعدها خاين اللي هيقعد كأنه سلم التنين للأمن بإيديه وقال له هم ساكنين فين وصلت لضرب الرصاص عالخلق في الميادين حتى الجثث حجزوهك منهم خايفين يا مصر أصبحنا أحياء وميتين مساجين فاللي هيقعد في بيته يبقى مش مفهوم واللي هينزل إلهي حارس وصاين يا مصر هانت وبانت كلها كم يوم نهارنا نادي ونهار الندل مش باين نهارنا نادي وبإيدينا على فكرة الصبح عنده فضول رح نعمل ايه بكرة نهارنا نادي وبإيدينا على فكرة الصبح عنده فضول رح نعمل ايه بكرة ايده على الباب وخايف يلمس الأكرة ايده على الباب وخايف يلمس الأكرة ادخل يا أستاذ براحتك والبلد حرة احنا زهقنا نشوف الصبح من برة ادخل يا أستاذ براحتك والبلد حرة احنا زهقنا نشوف الصبح من برة ادخل وخرج بقايا العتمة بالمرة ادخل وخرج بقايا العتمة بالمرة الناس دي حرة وجنود الامن مضطرة يا صبح طلعت روحنا لاجل تيجي يا خير طلعين نجيبها اهو في كل حارة وحي حتى ولو ضربونا بالرصاص الحي حتى ولو ضربونا بالرصاص الحي شوف المداين كده مفروشة خلق وضي دايما مفاجأة ودايما وقتها معلوم الحكم لينا وليك الحق يا مداين يا أهل مصر انتصرنا كلها كم يوم نهارنا نادي ونهار الندل مش باين